شخصية زيد زيد زعما هضر تفضل. تفرجت الحصة؟ بعيد على هادشي أنايا. أنت بعيد تفرجت الحصة ديال خوك؟ بيسير تفرجت لها وراك مستبعد شكون اللي يدير هادشي هذا زعما ولا متوقع شكون اللي يدير هادشي؟ ما طايحليش على بالك كاع وما طايحلكش كاع على بالك ما خصوش يطيحلو على بال. هضرتو؟ لا بقينا غير استنتاج هو اللي بدا بقيني مسموح نوريه الورقة مسموح نوض قرب هنا ما تقرش قضايا في نفسك الام لا اقرا اقرا قريت صافي يعني دابا هادشي ممكن نصدقوه ولا ما نصدقوهش خلال داكشي اللي قال لكم زعما واش هادشي اللي كون كتبو هو زعما كاع كذاب هو زعما مثلا شوف يا غتكذب خوك يا تقول خوك هبيل يا غادي تصدق ديال من بعد ها صافي راه كيما قال لك كلشي راه قال لك واخ نضاري كتجلس في القهوة كتجلس في القهوة كدير كافي في القهوة جاوبني في أي بلاصة في العالم في هاد الكرة الأرضية كتمشي للقهوة كتجلس في القهوة وكيكون الضجيج نتاع الصداع نتاع الوطا والحركة ديال الناس والبشر والشوشرة والهضرة هكذا كاين هاد الشيء ملي جلست من الصباح وانت كتستنى التور ديالك باش تدخل الحصة والشقيقة شداتك في راسك وكرشك ضراتك كرشك والشقيقة شداتك في راسك دابا لكم كنت جالس في قهوة غادي يقع لك هادشي اللي صرا لك هنا بغيت شي استنتاج علاش وقع لك هادشي وانت كتستنى التور ديالك باش تدخل دير الرقية الشقيقة والكرشك توجعك والتيخو علاش لماذا باش ما تدخلش هنا وما راكش راضي كاع تدخل هنا ماشي ما راضيش ماشي لخاطرك مزير ما راكش لاقي الراحة ديالك صافي هكا كون واقعي تراني نشوف فيك ما كرهتش فكاش تسلتو وبناقص كاع من هذا الشيء وما كاين والو وشكون كاع غادي يدير لي وانا مالي انا ما فيا والو شكون غادي يدير لي شكون غادي يدير لي انا عندي واحد الرد على كل واحد كيقول لي شكون اللي غادي يدير لي هاد الواقعه وقعت لي كتقنعني من الاحداث تسمى الطرف البشعه اللي هي الرد على كل واحد عنده تشكيك يقول لك شكون اللي غادي يسحر لي ايوا انا ما كان ادي التحد ايوا انا بعيد على المشاكل ايوا انا معزول على الناس وانا ما عنديش اصلا كاع علاش يسحروا لي طايب وفقير ما فحاليش امثله بحال هكا واحد النهار جا عندي واحد الولد في عمره قريب 33 سنه هو الام ديالو غادي نحكي لكم نحكيها لكم هنا وردكم الله يعني ركزوا اسمع هو الام ديالو هذا الولد هو الام ديالو جابته الام ديالو باش يدير الرقيه ولكن بالامر ديال ولدها قال لها بغينا نمشيو عند هذا السيد محمد ديال الرقيه في المركز القديم الاول كاع قبل هاد الزوج وهذا تاع هاد القصه هادي دخلت الام هي والابن ديالها بدينا كنديروا الرقيه توكلنا الله عز وجل بدينا كنديروا الرقيه من خلال داكشي اللي حكى لي هو تاكدت انها جنيه وبديت كندير الرقيه طلعت الجنيه وكانت هذيك اول مره كتطلع من بعد انها مشات عند بزاف نتاع الناس داتهم عنده باش تقنع ولدها باش يرتاح ولا باش يبرا ولا باش يكتب له ولا باش يدي عند راقي وعمر ديك الجنيه تكلمت اول طلعت فيها هزت الصبع ديالها ودارت لي بحال هكا شيرت على الام ديالو اسمع شيرت على الام ديالو وكي ديك الجنيه طلعت وشيرت على الام ديالو الام بقات كتبكي انا بغيت نشوف واش هاد امه هذا ولد هذه الجنيه شيرت على امه المهم علاش راه تبكي حاولت نربط ما ربطت والو وهي تكلم ديك الجنيه واش قالت لي قالت لي هذه هي اللي صيفطتني قلت له علاه قلت لها علاش صيفطاتك والام راه تبكيني بديت انا كنتاكد باللي فري راه كاين شي قالت لي صيفطتني باش ما يتزوجش باش ولدها ما يتزوجش كتبغيه بزاف بغات يبقى غير ديالها مو كينعس معاها ويبات معاها ويصبح عليها ويمسي عليها سحرت له باش ما يتزوجش حيت كتبغيه بزاف خافت لشي مرة تديه لها علاش نرجعكم اللور هاد الولد هذا ولد واحد الام اللي هي مقطوعه من شجره وتزوجها واحد الراجل جابها من واحد المدينه بعيده لوجدة مسك عليها الله عز وجل خدم ولد مع هذاك الوليد ولد مع هذاك الوليد توفاتو المنيه ومات وخلى لها غير داك الوليد
قد ديك الام عايشه هي وداك الولد حتى كبر راه عايشه كيبلغ واحد العمر ديال 24 25 بغى يتزوج طرح الفكره على الام ديالو قال لها راني بغيت واحد البنت وبغيتك تشوفيها لي بغيت نتزوج قالت له لا راك عاد صغير منا مثل هذا القبيل هذا بقات كتجرجر فيه كل مره بقات غادي السنين حتى قفل ديك الثلاثينات كل مره قلت في الطريق قال لها شوفي لي انت شي بنت بغيت انا نتزوجها شوفي انت انا مهم بغيت نتزوج شوفي لي انت هاد البنات اللي عرضتهم عليك ما عجبوكش لما الام لقات بان الولد قرر انه يتزوج وقرر انه يتزوج وخافت شي بنت تديلها من يديها وتبقى ديك الام وحيده بكثره الحب ديالها للابن ديالها وكلاته سحرت له وسحرت له وملي سحرت له شكون دخل فيه دخلت فيه جنيه وملي سحرت له الولد ضعاف جاني مكمل كي ستيلو كالقلم بحال هاد لاطاي هادي طيف مكملش واضيف الى ذلك الجنيه عاشقه يعني الجنيه عاشقه تشبث بالجسم ومن الصعب انها تخرج وعلاش بالضبط الساحر كيدخل وهادشي كيكون غالبا كيدخل في جسم انسان اللي هو ذكر جنيه وكيدخل في جسم الانثى اللي هي انسانه جني ها الله يرحمك الوالدين راه الجن راه كيشوف الانسان لما كيتعرى كيتلبس الملابس ديالو كيتزين الجن كيعشقو فلهذا كلشي فيه حكمه عند الساحر ما عندوش الربح يدخل جني في انسان ذكر عندو الربح يخلط الاجناس مفهوم باش حتى لا تبطل السحر تقدر الجنيه تشبث بالجسم ذكي مفهوم يعني هاد القصه هذه اللي وقعت بشده الحب ديال الام الابن ديالها سحرت له باش ما يتزوجش تقنعك هاد الفكره هذه بانه اي واحد يقدر يسحر لك ولا لا تقنعك والام في ديك اللحظه اعترفت وقالت انا سحرت لولدي وكلته باش ما يتزوجش بغيتو يبقى لي خفت لا ديه شي بنت بعظمه لسانها قالتها تكفي ولا ما تكفيش مادام هي دابا حنا غادي نقولوا سيدي نمشيو عاوتاني لذاك المنوال الاخر نتاع انه ما يمكنش هاد الشيء كاع ما كاينش وهاد الشيء غير راه كيداير خطر لخوك مثلا ولا ربما غير هذا اقتراح دير اللي بغيتي خلي اللي بغيت فهمتي لا ربما اشياء مثل هاد هو والله ما قال لي حاجه راني غير كنهضر هز لي راه جايين انا وياه فهمتك غير اسمع جايين انا وياه من ليه من ليه انت جاي من روسيا جيران جيران خير ان شاء الله يلا اسمعني كل شيء ممكن في هذا الكون هذا العالم هذا الضيق كل شيء ممكن احنا في الزحام اخويا اقترب لي الناس حسابهم المهم الله يفرج عليك رساله واضحه ما تقولش كل اللي دار لي مادام هذه الام هذه اعترفت لولدها بلي انا وكلتك وسحرت لك يعني فري حقيقه ذاك الولد تأدب واحد الحاجه دارتها الام يعني كاين واحد الجني مكلف بهذا السحر اللي خلى هذا الولد يوصل لهذه الحاله وهي ديك الجنيه اللي طلعت واعترفت مع انها داته فين وفين وفين وعمر ديك الجنيه طلعت ما بغاتش تبان حيت من الصعب القصه راه ما تقبلهاش العقل والحمد لله انه ذاك الولد هذه القصه هذه مرت عليها هذه المده الطويله وذاك الولد سرع كل يعني ما عقلش واش هضر في الاحداث ما تذكرش واش هضر في الاحداث فيعني لو كان وما درتهاش والله ما درتها في لايف ولا شي حاجه من هذا القبيل ونسيتها حتى قضات فاتت عليها واحد السنتين تقريبا عاد كنذكرها يعني انا عندي شويه نتاع اليقين انه الله اعلم انه ما تجي يسمعها ما تجي توصلوا ولكن نعتبره من هذه القصه هذه باش نردوا على كل واحد كيقول لك شكون اللي غادي يسحر لي فراه اقرب الناس يقدر يسحر لك يقدر حبا فيك يسحر لك يقدر بغضا يسحر لك يقدر حسدا يسحر لك يقدر جارك يسحر لك ما نقولوش شكون دار لي وانا ما عنديش اللي غادي يدير لي صافي عندك اعراض انه لربما يقدر يكون عندك ضرر والا الانسان يلجا للعلاج يتوكل على الله هذا قران شرحنا ياك والله يفقنا الخير يلا غمض عينك وحط يدك على وجهك مع اننا متاكد بلي داكشي اللي غادي نديرو هو اللي وقع للام اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقف ما يفكون فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها أجيبوا داعي الله أسحر هذا كل جاد يسمع ويرى يندس يتوارى يستخفي يتوارى يختبئ يتوارى أبى الظهور وتوارى أبى الكلام وتوارى أبى الفصح وتوارى بالسحر وكلوه بالسحر قيدوه بالسحر ربطوه بالسحر كبنوه الله أكبر من كل جاد بالسحر وكلوه بالسحر قيدوه بالسحر كبنوه بالسحر ربطوه أجيبوا داعي الله أسحر هذا اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل سحرا تسفي طعام أو رش في
بطعام. اللهم ابطل سحرا ناكل ومشروبا. 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 اللهم ابطل سحرا معقودا ومنفوتا. اللهم ابطل سحرا ناكل ومشروبا. اللهم ابطل سحرا معقودا ومنفوتا. اللهم ابطل سحرا دس في طعام او رش في طعام او دفن في طعام او وضع في طعام. بسم الله العظيم الكريم. يقال كل سحر عظيم. 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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أسحر هذا 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 ولا يفلح الساحرون. ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله داعي الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. بسم الله العظيم الكريم. يبطل كل سحر عظيم. بسم الله العظيم الكريم. يبطل كل سحر عظيم. دام وطال سنين دام وطال سنين في البطن دام وطال سنين في البطن دام وطال سنين في البطن دام وطال سنين في الأمعاء دام وطال سنين. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هاد الحركات عادة واه كي دار رقي كيوقع له هاك عمره ما دار. أول مرة أول مرة يتحرك كنت سمعت ليه رقية مسجلة واه ما وقعلوش كاع هاك ما تحركش ولكن كانت تبلوكا بحال الوالدة هاك تبلوك كتسمعني خويا أصبح وقع لك هاك بهاد الحدة هادي ملي كنت دير معاه الرقية هاد الحصة اللي فاتت
ذكرني ذكرني اللي سمعنا هذيك الاولى انا كنت سمعت سمع رقيه من اوديو اوديو وتما كان زير وجعت كرشك جاوبني ضراتك ضرر بزاف شي حاجه مزيره لا ماشي بزاف جاتك التقيه واجد نتقيه واجد نتقيه قادر بحال جاتك التقيه واجد دابا دابا الماكسيموم عنده دابا راه دابا كحس براسك غادي تقيه ياك ايوا الحمد لله صافي اذا تبين ان الجني ما كذبش هذا سحر ماكول والاساس ان داك الشيء اللي في الكرش تاع كل واحد يخرج وباذن الله كل شيء غادي يحيد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا ومهدنا الى الحق واهدنا واجعلنا يا ربي الى الحق هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين اسال الله العظيم ورب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الما ربي ما كان مصاب فيك وحدك ما كان خطأ او سهو او زن او نسيان فمن نفسي من الشيطان والله ورسوله ومنه براء والله اعلى واعلم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم.